معلش انا نسيت محفظتي، ثانيه واحده هطلع اجيب لك الفلوس. ما انتش متحتح من هنا لما تدفع الاجر يا عم. دي ثانيه واحده مش هتاخد يا عم. انا ماليش فيه، انا ليا الاجر. ايه يا عم انت ماسك ايدي كده ليه يا عم؟ ما تسيب ايدي. مش هسيبك. ما تسيب ايدي يا عم. يا تيتي خد يا عم. اللي خالته عندها سبت تدلدله ما بيتزنقش في فلوس، بس انت ممكن تتزنق. نزل ابلكيشن فون كاش وخلي دايما معاك فلوس في موبايلك تسحبها من اي مكان معتمد. فون كاش من البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر.